تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم وصلنا إلى نهاية الدرس الثالث، وهنا سوف نستعرض ملخص للدرس الثالث بما معنى eine Zusammenfassung. eine Zusammenfassung معناها ملخص. Zusammenfassung. eine Zusammenfassung. هذا الملخص هو بصراحة يعني غني بالقواعد وبالجمل، يعني صفحة مهمة جدا. على كل حال دعونا نبدأ. إذا سؤال، هناك سؤال هنا وهو أيضا يعني من الأسئلة المهمة، لأن استخدم فعل finden فيه. إذا السؤال يقول wie findest du das؟ ما معنى هذا في findest du das؟ عندما نسأل شخص ما ونحن نتحدث عن قضية معينة أو عن شرح لا أعرف غرفة أو شقة أو إذا نقول له، نريد أن نأخذ رأيه، فنقول له في findest du das؟ في findest du das؟ هو سيجيب لو احنا نحن نبحث عن أثاث البيت ونستخدم التبخ مثلا Wohnung Haus، سيقول Ich finde den Teppich neu. إذا لو أردنا شراء سجادة مثلا، والسجادة مثل ما عرفنا هي مذكر باللغة الألمانية، إذا der Teppich، ein Teppich، ولكن باستخدامنا فعل finden، إذا التبخ ستقع حال مفعول به، إذا هي حالة الأكوزاتيف. إذا der Teppich ستتحول إلى den Teppich. إذا ich finde، إذا السؤال كان له موجه له wie findest du das، ونحن نتحدث عن السجادة، فهو سيقول ich finde den Teppich neu، معناه أنا أجد السجادة جديدة. أو إذا كنا نتحدث عن الشقة، الإجابة ممكن أن نقول ich finde die Wohnung hell. إذا دي أداة معرفة للفونوك المؤنثة، إذا في المؤنثة لا تتغير في المفعول به، لا تتغير، ليس لا في المؤنثة ولا في المحايد، إذا فقط المذكر أداته تتغير. إذا ich finde den Teppich neu، ich finde die Wohnung hell، أنا أرى الشقة مضيئة تشرق عليها الشمس. Ich finde das Haus، البيت، modern، حديثا. إذا das Haus يعني احتفظ بأداته للمعرفة das Haus، ولم تتغير في حالة المفعول به أكوزاتيف. إذا ich finde das Haus modern. ننتقل إلى اليمين، وكنا قد أخذنا verb haben، فعل haben، und brauchen، وأيضا أخذنا kaufen، هذه الأفعال مهمة. مثال على ذلك أقول ich habe einen Schreibtisch. ما هو Schreibtisch؟ قلنا منضدة للكتابة عليها. إذا هل هو مذكر؟ نعم هو مذكر. أداته ein. لماذا أصبحت einen؟ لأن استخدمنا فعل haben، وهو الآن Schreibtisch في موقع المنصوب به، يعني المفعول به المنصوب، إذا حالة الأكوزاتيف. إذا لو لماذا حالة الأكوزاتيف؟ لأنه ممكن أن نسأل حتى في اللغة العربية ماذا عندنا؟ ماذا نملك؟ نحن عندنا شرايبتيش. Was habe ich؟ Ich habe شرايبتيش. إذا شرايبتيش هو في حالة الأكوزاتيف. إذا أقول Ich habe einen شرايبتيش بدل ما أقول ein. نحن قلنا أنه الأكوزاتيف فقط يغير المذكر، المؤنث لا يغيره، المحايد لا يغيره. مثلا brauchst du eine Lampe؟ إذا eine Lampe مؤنثة لم تتغير، شاهدوا eine بقت هي eine Lampe. هل تحتاج إلى مصباح؟ nein، يقول nein. ich brauche، أنا أحتاج ein Sofa. إذا أنا أحتاج ein Sofa، أنا أحتاج إلى قنبة، أنا بحاجة إلى قنفة. ich brauche ein Sofa. إذا ein Sofa محايد، نيوترال، لم تتغير أداته. ف
فقط المذكر. إذا لا تنسون هذه الملاحظة، هي مهمة جدا يعني للدروس القادمة. ننتقل إلى محادثة وأخذنا فيها عدة جمل مهمة. مثلا نقول إيخ هابي أيني تسفايت سيمار فونونج. ما معنى تسفايت سيمار فونونج؟ يعني أنا إيخ هابي أيني تسفايت سيمار فونونج، أنا شقتي مكونة من غرفتين، هذا هو معناه. لو كان هنا ثلاثة يعني أنا شقتي مكونة من ثلاثة غرف. زي كوستت، زي تعود إلى الفونونج المؤنثة، هي تكلف 600 أورو ميتة. إذا 600 أورو ميتة كإيجار، هي تكلف 600 أورو إيجار. ماينه فونونج، شقتي إيست هيل، هي مضيئة. كلاين، صغيرة. كونت هات أينن بالكون، إذا هات أينن بالكون، الشقة عندها بالكون. لماذا أصبحت هنا أينن مثل هنا؟ لأن البالكون مذكر. لماذا هو منصوب هنا أكوزاتيف؟ لأن استخدمنا فعل هابن. هات أينن بالكون. أنت زي إشت، هي شقة إم في داخ كشوس. داخ كشوس هو الطابق يعني الذي لا يوجد بعده شيء آخر، هو طابق السقف. إذا داخ هو السقف، كيشوس هو الطابق. إذا أونت زي إس إن داخ كيشوس، هي الشقة تقع في الطابق الذي في السقف. إذا نقرأ هذه الجملة مرة أخرى. إيخ هابي أيني تسفايت سيمار فونونج، زي كوست 600 أورو ميتة، ماينه فونونج إس هيل كلاين und hat einen Balkon und sie ist im Dachgeschoss. في الطابق الذي فيه سقف. نأتي، أخذنا أيضا في الدرس الثالث حالة النفي، نفي الاسم، نيجاسيون اسمها، حالة نفي الاسم. نقول مثلا، انتبهوا إلى هذه الجملة لأنه هي يعني نوعا ما فيها شيء جديد. زينت، سؤال علامة استفهام، زينت تاس سيسل. ما معنى السؤال زين داس سيسل؟ يعني ولما لماذا لم يقول إيست؟ إذا عندما يقول زين معنى يتحدث عن الجمع. إذا هناك كراسي كثيرة سيسل. إذا السيسل هي يعني نفس الكلمة للمفرد وللجمع. زين داس سيسل، هل هذه كراسي؟ الجواب كان ناين. داس داس، استخدم داس زينت، شاهدوا الجواب ناين. داس زينت كاينه سيسل، اذا هو استخدم اداه نفي للجمع، هي مثل يعني ما هي للمؤنث ايضا. اذا ناين داس زينت كاينه سيسل، داس زينت هما بخر، هما كتبا. داس زينت بخر، يعني الموجود هنا ليس كراسي، وإنما ما موجود هنا هو كتب. داس زين بخر، والبخر أيضا اسم لتصبخ، بخر جمع لتصبخ. داس زين بخر. إذا هذه الجملة الطويلة هي كلها في حالة الجمع. زين داس سيسل، هل هؤلاء أو هذه كراسي؟ ناين. داس زين كاين سيسل، هذه ليسوا كراسي. هذه هما كتبا. جد ننتقل إلى سؤال آخر. إستاس أين هيرت؟ إستاس أين هيرت؟ إذا عندنا إست ليس زينت، إذا نحن في حالة المفرد. إستاس أين هيرت؟ ما هو أين هيرت؟ قلنا سابقا أين هيرت معناه يعني الموقد، الطباخ. إذا إيش داس أين هيرت؟ جواب بحالة نفي ناين. إذا أين هيرت سوف تتحول إلى ناين داس إيش كاين هيرت. إذا لم يكن موقدا ما هو إذا؟ داس إيش أين كاستم، هذا دولاب. إذا جملة مهمة جدا، والسؤال أيضا مهم. إيش داس أين هيرت؟ ناين داس إيش كاين هيرت؟ Das ist ein Kasten. يعني إذا لم يكن هو موقدا فما هو؟ علي أن أشرح ما هو. أنا قلت هنا
Das ist ein Kasten. هذا هو دولاب الملابس. إذن ننتقل إلى هذا السؤال. Kaufst du ein Auto؟ سؤال. Kaufst du ein Auto؟ ein Auto. لماذا استخدمنا ein؟ لأنها محايد. ليست مذكر، ليست مؤنث، هي محايد. Das Auto، ein Auto. Kaufst du ein Auto؟ جواب nein. Ich kaufe ein Auto. Ich kaufe kein Auto. أنا لا أشتري سيارة. إذا نفيت الجملة. إذا ماذا أشتري؟ Ich kaufe einen Kühlschrank. إذا أنا أشتري ثلاجة، والثلاجة مذكر. وهنا تحولت ein Kühlschrank إلى einen. لماذا؟ لأن kaufen مثل haben مثل brauchen يعمل المفعول به أكوزاتيف، والذي يتغير في حالة الأكوزاتيف هو المذكر مثل ما قلنا فوق هنا. إذا ich kaufe einen Kühlschrank. أخيرا findest du den Fernseher modern؟ سؤال. لو سألت يعني الذي معك أو التي معك أنت وتقولين لها أو له findest du den Fernseher modern؟ هل تجد جهاز التلفزيون حديثا؟ واستخدمنا هنا den، أصلها كانت der Fernseher. der Fernseher مذكر، التلفزيون مذكر. إذا لماذا أصبحت den؟ لأن استخدمنا finden. هذا يفعل المفعول به أكوزاتيف ويغير الأداة المذكر. إذا findest du den Fernseher modern؟ يقول يا ich finde den Fernseher modern. يا ich finde den Fernseher modern. اسمعوا سوف ينفي الجملة، ماذا يقول؟ يقول nein ich finde den Fernseher alt. nein ich finde den Fernseher alt. إذا أنا أجده قديما. ويعني بنهاية الدرس الثالث أتمنى لكم زيارة ممتعة واستفادة يعني أكثر ومراجعة أكثر والاستماع إلى الفيديوهات يعني أكثر من مرة. مرة واحدة لن ينفع، مع يعني لن نتعلم. يجب علينا أن نعيد يعني سماع هذه الفيديوهات وبالتسلسل. وأنا يعني كتبت لها الحلقات للحلقات أرقاما حتى تتسلسل بها واحدا بعد الأخرى لتكون الفائدة أكثر. يعني هذا كورس متكامل، وليس يعني أنا لا أتي من عندي بجمل وكلمات وأضعها كيفما كان وكيفما شاء فقط لأعمل فيديو. ليس هذا، أنا يعني أعمل لكم كورس متكامل والدروس مكونة من 10 إلى 15 فيديو متكامل، ونبدأ بالدرس وننهيه، وهناك حوارات، هناك قواعد، هناك جمل، هناك أرقام، هناك يعني محادثة وحوارات وأشياء كثيرة. أتمنى لكم يعني الاستفادة، وأشكر لكم مقدما تفعيل الاشتراك بهذه الكورسات.